مرحبا بكم خوتي في الجزء الثالث من رحلتنا في الغرب الجزائري، توجور مع نادي سي سي اس بي وخويا حمزة تايجر. النهار تاع اليوم كان مميز بزاف وفيه مفاجآت، بصح للأسف أنا مقدرتش نصور فيديوهات لأني حبيت نعيش اللحظة. اليوم تاعنا بدأ في مدينة مغنية وتحديدا في أكبر سوق لبيع التوابل في الجزائر. بعدها كانت لينا زيارة للحدود الجزائرية المغربية. كملنا اليوم تاعنا في بورسعيد وتحديدا في شاطئ موسكارد. اوبا، البلاصه هذه راهي سعيديه، احد بلديات المغرب. انا من الحدود تاع المغرب والجزائر.